لا تصالح على الدم حتى بدم لا تصالح ولو قيل راس براس اكل الرؤوس سواء اقلب الغريب كقلب اخيك اعيناه عين اخيك وهل تتساوى يد سيفها كان لك بيد سيفها اثكلك سيقولون جئناك كي تحقن الدم جئناك كن يا امير الحكم سيقولون ها نحن ابناء عم قل لهم انهم لم يراعوا العمومه في من هلك واغرس السيف في جبهه الصحراء الى ان يجيب العدم انني كنت لك فارسا واخا وملك اهلا بكم المعركه مستمره وقلناها منذ اليوم الاول والخيار كان واضحا معركه مستمره مع عدو يمثل شبح معركه الارهاب والقضاء على الارهاب ومعركه الارهابيين والقضاء على الارهابيين ونضيف والقضاء على اعوان الارهابيين وداعميهم وداعم داعميهم قلنا مرارا وقلنا تكرارا بأن القضية ليست في هذا الذي فجر نفسه وإنما القضية في من مول في من نقل في من قدم دعما في من قدم له ويقدم غطاء إعلاميا مسموما. الآن بيجري التغطية الإعلامية المأجورة المسمومة من كل القنوات الإخوانية في تركيا وفي قطر وفي غيرها وفي إنجلترا بتتحدث بغطاء وبلغه واحده موحده تحاول ان تفرغ القضيه من محتواها تحاول ان تضع العربه امام الحصان تحاول هذه الابواق المسمومه الماجوره المرتزقه ان تجعل من الحوادث الارهابيه في مصر الان تضعها في اطار سياسي وما هي كذلك الجميع يريد جميع هؤلاء ليس لهم من هدف الا هدف واحد ليس لهم من هدف الا هدف اسمى وهو كسر الدوله المصريه محاوله كسر هذه الدوله بكسر جيش هذه الدوله وشرطه هذه الدوله وهذا لن يتاتى الا اذا تم كسر راس هذه الدوله المطلوب هو اختفاء عبد الفتاح السيسي من المشهد لان باختفائه من المشهد بتتحقق كل طموحاتهم وكل احلامهم في تقسيم وتقزيم المنطقه لن يتم تقسيم المنطقه الا بتقسيم سيده المنطقه وهي مصر ولن يتم ذلك الا بكسر الجيش ولن يتم ذلك الا بكسر الروح المعنويه للمواطن المصري انا بسال المواطن هل روحك المعنويه اهتزت الاجابه لا الاجابه اجابه كل مواطن مصري نحن جميعا فداء لهذا الوطن اجابه كل مواطن مصري شريف روحه ودمه وحياته فعلا وليس قولا فداء لهذا الوطن الوطن والاوطان غاليه لمن يفهم يعني ايه وطن لكن هؤلاء المرتزقه لا وطن في قلوبهم ومن ثم لا يفهمون ويفقهون يعني ايه كلمه وطن بالامس واول امس وغدا وبعد غد المعركه مستمره لن ننكسر هذه دوله هذا وطن خلق ليبقى هذا وطن لم ينثني ولم ينحني ولن ولن ينكسر هذا الشعب مرارا وتكرارا تحدثنا هنا بان المعركه معركه مع اشباح قلت بانه معركه جيش مع جيش نظامي مهما كانت قوه الجيش العدو لا يمكن ان اقارنها بمعركه حاليه معركه ليس لها سقف ليس لها حدود ليس لها قواعد انت تحارب اشباح انت تحارب ضلال انت تحارب كفر انت تحارب كفار انت تحارب ملاحده انت تحارب رؤوس الشياطين انت تحارب اناس لا يتحدثون الا بالدين لا تحارب الا اناس يتحدثون بهذه الايات وهذه الاحاديث التي طوعوها لخدمه افكارهم بئس ما فعلوا بئس ما يفعلون قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا بئس ما يصنعون بئس ما يقولون بئس ما يمارسون والشعب المصري دائما وابدا وربما تكون هذه الدماء هي الوقود الحيوي الذي يجعلنا نتنفس ونعيش هذه الدماء الزكيه التي تناثرت لتروي هذا التراب هي لنا وقود هي لنا وقود الامل هي لنا وقود النصر لا اقول كلاما انشائيا معاذ الله وانما اقول ما وقر هنا في القلب بان دماءنا وارواحنا فداء لهذا الوطن عندما ارتقى شهداء الشرطه بالامس في اسمى واشرف معركه بتخوضها الدوله المصريه لولا ان نجح هؤلاء المخططون نجح هؤلاء الذين يتولون مسؤوليه امن هذه البلاد فان يضعوا ايديهم على خيط من خيوط المؤامره لكانت الكارثه كارثتين وكوارث القصه اذكركم جميعا والان لا حديث في وسائل اعلامنا والاعلام الدولي والاقليمي ووسائل التواصل الاجتماعي الا حول هذه القضيه اذكركم يوم الجمعه الماضيه كان هناك محاوله لتفجير عبوه بدائيه من احد هؤلاء الموتورين الكفره الفجره في مسجد الاستقامه حول مسجد الاستقامه يوم الجمعه اثناء رفع الله اكبر اثناء رفع اذان صلاه الجمعه اثناء حراسه قوات الامن والشرطه للقائمين والراكعين والساجدين والمسبحين كان هناك من يحاول أن يبطل مفعول الصلاة يبطل مفعول الأمل بتفخيخ كمين بيحرس بيحفظ الأمن عند محيط مسجد الاستقامة وحاول الهروب حاول الهروب قدامنا في الصورة ده كان في الجيزة الصورة دي كانت في الجيزة تتبع قوات الأمن بهذه المهارة المتفردة بهذه المهارة النادرة صورة هاتلي اللي هاتلي يا ابني العجلة تاني وهو بيتتبعوه لحظة بلحظة هو اللي كان هو ده الولد اللي كان لا هاتلي من الأول لو سمحت من فضلك تتبع عملية تتبع ناجحة عمل ده في الجيزة ده هو كان في الجيزة الأول بيمشي بالعجلة بتاعته وبيعدي وبيروح وبيتحرك أهو اللي حصل انه وصلوا من خلال متابعه دقيقه الى مكان هذا الوغد الأحمق السافل اللي حاول ان هو يحدث مذبحه حقيقيه في منطقه من اكبر المناطق تكدسا بالسكان في مصر. ده يوم الجمعه اللي فاتت، الصوره دي يوم الجمعة اللي فاتت ده بيعمل ايه؟ بيحاول يمرر العجلة بتاعته من بين السياج الحديدي اللي موجود قدامنا دي صور موجودة حقيقية حاطط ايه لابس ايه؟ لابس كمامة نوع من التمويه وعلى انه راجل خايف من التلوث وبيدي منظر انه راجل راقي ابن راقي وبيحاول يعدي العجلة من السياج زي ما انتم شايفين وماشي بهذا الشكل الصور دي كلها يعني تم تتبعها وتتبعه من خلال هذه الصور اهو ده ماشي اهو أو اهو دي الصوره وهو دي مدريد امن القاهره وماشي الدائره الحمراء بتوضح مكان سيره هو ماشي في خلف سياره الميكروباص بهذا الشكل يعني عمليه تتبع كامله عمليه تتبع كامله الاوصاف الامنيه بالمناسبه اهو ماشي بالعجله بتاعته والكاميرات اللي منتشرة أنا بقول لكل الناس مش سر ده مش سر أمني كل القاهرة تقريبا مصر كلها دلوقتي متغطية بالكاميرات زي دول العالم لا شاردة ولا وردة إلا في كاميرات بتقول وبتبين الموضوع متحرك من فين رايح فين قابل مين شاف إيه الأمن أصبح تكنولوجيا الأمن الآن أصبح إمكانات والإمكانات موجودة في مصر الآن رجال الشرطة تتبعوا هذا الارهابي هذا التكفيري اهو ده ده اسمه الحسن اسمه الحسن ايابي الحسن عبد الله ومعاه جنسيه يمكن اهو هو امبارح وصل وصل لهذا المكان والتتبع آه آه متتبعينه بشكل واضح بنفس العجله بنفس الكمامه بنفس الشكل بنفس الخلقه وفي آه هذا المكان حصل ارجع لي تاني لو سمحت ارجع لو سمحت وانت شفتوها كتير مرارا وتركان شفتوا هذه الصوره لكن احنا مش هنخش على جزئيات ما جرى وانما هطلع دلوقتي القصه اصل الحكايه ايه ده امين الشرطه الشهيد المحترم محمود ابو اليزيد وهو راح يقبض عليه راح يمسكه لانه الولد خلاص يعني هم هيفلت لانه متتبعينه امنيا في عمليه تتبع وعمليه خيط ممسوك امنيا حتى هذه النقطه في منطقه منطقه الدرديري بالضرب الاحمر وكان محمود ابو اليزيد المرحوم محمود ابو اليزيد الشهيد البطل محمود ابو اليزيد اللي ارتقى شهيدا ودماؤه روت هذا المكان زي ما بقول ومش بقول كلام إنشة تاني علشان احنا ناخد طاقه طاقه ننطلق بها الى الامام لن نمل ولن نتراجع ولن نهزم من الداخل اراد هؤلاء ان يهزم الشعب المصري من داخله الهزيمه ليست هزائم عسكريه وانما هزيمه معنويه انخفاض الروح المعنويه للمواطن المصري هدف لهؤلاء هنا في هذه اللحظه بيقوم هذا الانتحاري التكفيري بتفجير نفسه لانه خلاص تم وقع في المصيده ففجر نفسه وراح في هذه التفجيرات ثلاثه شهداء ثلاثة شهداء المقدم المقدم رامي علي مقدم رامي علي أحد أكفأ الضباط بالأمن الوطني أحد أكفأ هؤلاء الضباط محمود أبو اليزيد ده مساعد شرطة أمين شرطة معاون أمن خالد متولي ثلاثة من أبنائنا بقول سريعا أمين الشرطة محمود أبو اليزيد عايزه دول التلاتة الابطال اللي ماتوا دول ده الاولاني ده الرامي المقدم رامي امن الوطني محمود ابو اليزيد ومحمد خالد ده مين اللي في النص ده محمود ابو اليزيد أه بقول كتاب السينما المصريه وكتاب الدراما بقول لكم من فضلكم في محمود ابو اليزيد زي ما في حاتم فاكرين حاتم ان اللي ما بيحبش مصر ما يحبش حاتم فاكرين حاتم امين الشرطه اللي صناع السينما عملوا من امين الشرطه ان كل امناء الشرطه بهذا الشكل لا لا سمحتم فضلكم عندكم نموذج تاني اسمه محمود ابو اليزيد اذا كنتم جادين حقا اذا كنتم رجال حقا اذا كنتم كتاب حقا لديكم معين لا ينضب معين واضح من الرجوله والشرف والكرامه والنزاهه في وقت عز فيه الشرف والكرامه والنزاهه والمهنيه بقول لهؤلاء دي جنازه دول المصريين اللي موجودين بيشيعوا مش بيشيعوا روح محمود ولا رامي ولا خالد دول ما بيشيعوش الا الارهاب هو ليس تشيعا لارواح الابطال المصريين وانما تشيعا لروح الارهاب الارهاب بيلفظ انفاسه الاخيره هنا في مصر المواطنين المصريين الشرفاء اللي أمامنا دول دول ما بيشيعوش أبطال الشرطة الثلاثة وشهداء الشرطة الثلاثة دول في تقديري وفي وجهة نظري دول هذه حالة تشييع لجنازة الإرهاب في قلوب الشعب المصري. الثلاثة اللي رحلوا اللي صعدوا اللي ارتقوا شهداء في مسيرة شهداء الوطن. مسيرة طويلة لم تتوقف. منذ بدايه انشاء الدوله المصريه منذ اكثر من سبعه الاف عام وحتى الان دماء بتسيل لنعيش دماء وتضحيات وارواح ولن تتوقف المسيره ليست هذه المشكله كل هؤلاء الذين خرجوا ينددوا بالارهاب كل هؤلاء الذين خرجوا يقولون تحيا مصر كل هؤلاء وكل هذه الاصوات والحناجر المكتومه والقلوب المالومه كل هذا يمثل مشهد لقطه في سجلات دفتر التاريخ أيها المصريون العظماء نحن نشيع الإرهاب لا نشيع شهدائنا نحن نقف وقفة حازمة ونقول هنا مقبرة الإرهاب وهنا مقبرة الأعداء وهنا مقبرة أعداء هذا الوطن ما يجري الآن هذا المشهد وأقول لكل هؤلاء عليكم واجب وقلناها مراراً وتكراراً بأن قضية مواجهة الإرهاب ليست قضية الأمن الوطني ولا وزارة الداخلية ولا الشرطة المصرية ولا الجيش المصري ولا الدولة كرجال دولة وإنما هي قضية مجتمع بأكمله قضية المجتمع المصري بكل أعضائه بكل أفراده كل هؤلاء الغاضبون كل هؤلاء الذين يبكون الآن على أرواح شهداء الشرطة أقول هذا الإرهاب التكفيري اللي تجول وتحرك وخزن كل دول كان ممكن يتم الانتباه لو عندنا حس امني لو عندنا حس امني كمواطنين نساعد الشرطه نساعد رجال القوات المسلحه نساعد انفسنا لأن الامن هو امن هذا الوطن. اقول رحمه الله على هؤلاء الشهداء. اقول ان الشهداء الابرار اللي صعدت ارواحهم علشان احنا نعيش وصعدت ارواحهم وسالت دمائهم علشان احنا نبقى بقول تاني لأولادهم وأبنائهم وزويهم وأحبائهم القضية والعزاء لا يوجه إليكم وإنما العزاء نعزي أنفسنا في هؤلاء الشهداء نعزي أنفسنا في هؤلاء الأبطال أبطال مصر لا يموتون أبطال مصر لا يموتون هؤلاء الذين فقدوا زويهم هؤلاء الأطفال الذين تيتموا والنساء الذين ترملوا ولا ترملن كل هؤلاء ماضيهم أول أمس لن يكون مثل الغد انتهى راح ذهب رأس رأس الخيمة في البيت ذهب عمود الخيمة في كل بيت ويبقى لهم منا التقدير لهم منا التحية لكن بقول تاني إنه مصر تستاهل مصر تستحق مصر هتبقى وهؤلاء ونحن في المسيره تروح ارواحنا تسيل دماءنا لا يمكن ان نفرط في حبه رمل كل ما جرى بيؤكد اننا نسير في الطريق الصحيح كل ما حدث بكل تفاصيله بيؤكد اننا سائرون في طريق الحق سائرون في طريق التحدي سننجح سننجح لا محاله النجاح هو الحصاد الحقيقي لما نقوم به الآن. كل أبناء الشعب المصري لقطه ربما استراح قلبنا واستراحت قلوبنا خلال فترات طويله لكن كلما حققت مصر نجاحات كلما حققت مصر نجاحات على مستوى دولي بنجد مثل هذه الأمور. لا يمكن أن أفصل بين رئاسة مصر للاتحاد الافريقي وما جرى في اديس ابابا من نجاحات لمشاركه مصر وقياده مصر ورياده مصر ومساهمات السيد الرئيس ولا يمكن ان افصل ما جرى في ميونخ وكلمات السيد الرئيس ولا يمكن ان افصل التقديرات الماليه للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي عن طفره في الاقتصاد المصري ولا يمكن ان افصل هذه التقديرات ان مصر ستكون من اكبر عشره اقتصادات في العالم خلال الفترة القادمة لا يمكن أن أفصل كل هذه الإنجازات عما جرى وأنه سبب نجاح مصر سبب تقدم مصر هو أنه هؤلاء لا يسعدهم ما يسمعون عن مصر المعركة مستمرة ولن ننهزم ولن يهزم الشعب المصري من الداخل كلما حدث مثل ما حدث بالامس بيزداد اليقين باننا سائرون في طريق الحق حفاظا على هذا الوطن وحفاظا على هذا الدين فهؤلاء ليسوا اعداء للوطن وانما اعداء للوطن واعداء للدين. اقول ما لم تجرؤ أن تقوله بعض المؤسسات هؤلاء كفار كفر بواح من يستحل دماء الابرياء من يفسد في الارض بهذا البلاء لا يمكن ان يكون على ديننا سواء لا يمكن ان يكون مسلم ولا يمكن ان يكون على هذا الدين هو على دين اخر ما عرفته ما عرفته السماء الصوره اللي امامنا يا مصريين دي المتفجرات اللي كان الكلب بيجهزها وبيخزنها لصنع كثير من المتفجرات تخيلوا معي تخيلوا معانا لو الحاجات دي كلها تمت تصنيعها واستخدامها في صنع متفجرات لانه الولد في بيته مخزن كل هذه المواد اللي ممكن تفجر محافظه ممكن كان هيبقى فيه كارثه غير مسبوقه في مكان مكتظ بالسكان القصه ان هؤلاء الارهابيين وصلوا الى مرحله فقدان الثقه في انفسهم فقدان الثقه في ان هم يكون لهم كلمه بالتالي بداوا في اجراءات اخرى اجراءات البحث فقط ليس عن القوة الخشنة وإنما القوة الناعمة الأهداف الرخوة الأهداف الرخوة منها الناس أهداف الرخوة منها التجمعات بقول إنه الذئب المنفرد اللي اتحرك لم يكن منفردا فكريا ولم يكن منفردا تنظيميا وإنما كان هناك من مول ومن مون ومن ساعد هو ده الحسن عبد الله الحسن عبد الله والده دكتور في أمريكا دكتور بطنة في أمريكا بقى له عشرين سنة مهاجر جه مصر أربع مرات والولد معاه جنسية أمريكية معهوش جنسية أمريكية قال لعنة الله عليه وعلى اللي رباه الولد اللي قدامنا عهات بنشوفها وإحنا في الزمن في هذا الزمن بنشوف عهات بيتكلموا بيقولوا الفقر والجهل والبطالة بقول لهم أنتم مش فاهمين اللي بيتكلم بيقول لي ان الارهاب نتيجه الفقر بقول له انت مش فاهم. بيقول لي الارهاب نتيجه الجهل بقول له انت مش فاهم. الارهاب نتيجه الجهل بقول له انت غلطان. ادي واحد ابوه دكتور بطنه في امريكا بقى له 20 سنه، والارهاب اللي كان جاي من المانيا بيحاول يخش على داعش قاعد في المانيا. انا بقول ليس هناك علاقه بين الافكار المتطرفه، بين الشذوذ الفكري وبين المستوى المعيشي او التعليمي. لا رابط بينهم. افكارنا في افكارنا التاريخيه اللي كنا بنتكلم فيها على الارهاب افكار باليه افكار قديمه افكار غير صحيحه مواجهه الارهاب لابد ان تكون مواجهه مش الارهابيين بس الارهاب منبع الارهاب كتب الارهاب افكار الارهاب تصريحات الارهاب مؤسسات داعمه للارهاب مؤسسات بتمثل رافض فكر الارهاب معركه لابد ان تكون شامله من تهتز أيديه يخرج من المعركة من تهتز عقله ويهتز وجدانه يخرج من المعركة المعركة لا تحتاج إلا الرجال المعركة لا تحتاج إلا الشرفاء المعركة طويلة ومستمرة من يجد في نفسه خواء يخرج من المعركة المعركة زي ما قال الرئيس فأكثر من مرة وأكثر من مناسبة أفكركوا قال إيه الرئيس؟ أفكركوا تعالوا نفتكر مع بعض الرئيس قال إيه في معركة الإرهاب. الإرهاب وعدم الاستقرار هو أخطر سلاح لتدمير الأمم وآمال الشعوب. تدمير الأمم وآمال الشعوب. ان هي تبقى تغير من حالها ويبقى في حياه مواطنيها وامان مواطنيها هو الارهاب والتطرف. ان المواجهه الشامله مع الارهاب تعني بالضروره مواجهه كافه ابعاد ظاهره الارهاب فيما يتصل بالتمويل والتسليح والدعم السياسي والايديولوجي فالارهابي ليس فقط من يحمل السلاح وانما ايضا من يدربه ويموله ويسلحه ويوفر له الغطاء السياسي والايديولوجي اخطر قضيه. بتقابل العالم كله عشان تبقوا عارفين وانا بسجلها لكم عشان التاريخ يكتب عنها القضيه اللي بتدمر العالم كله وبتدمر الامم وبتدمر المستقبل هو الارهاب ده كلام المسؤول كلام العالم ببواطن الامور كلام وتحذير واضح منذ اليوم الاول لكن في ميونخ في مؤتمر الامن في ميونخ الرئيس اتكلم كلام فاضح فضح هؤلاء كلام كاشف كاشف هؤلاء قال حذرنا ولم يستمع احد ترى من كان يقصد الرئيس بانه حذر ولم يستمع كان بيحدث كبار الرجال المسؤولين عن الامن والاستخبارات في كل دولهم في ميونخ انتوا ما سمعتوش كلامي انتوا سمعتوا تحذيراتي ولم تاخذوها ماخذ الجد وهذه النتيجه بقول تاني مصر بيحاولوا يعاقبوها على نجاحات في كل المجالات لكن هم ما يعرفوش يعني ايه مصر ما يعرفوش يعني ايه شعب مصر ما يعرفوش يعني ايه مصر والمصريين لما يلتحموا هذا الالتحام في مواجهه عدو ايا كانت قوته ايا كانت قوه هذا العدو سيندحر سيندحر سننجح سننجح بالامس منذ ساعات تاني المعركه مستمره بقول ولن تنتهي ولن تنتهي ونحن لها بالمرصاد قطاع الامن الوطني اللي لسه عندنا لسه شغالين في موضوع الحسن في الضرب الاحمر في الدرديري تمكن من رصد بؤرتين ارهابيتين خطيرتين في سيناء الخليتين مخططين لتنفيذ سلسلة من التفجيرات والعمليات داخل سيناء البؤرة الاولى في احد المنازل المهجورة بقطعة ارض فضاء بحي العبيدات دائرة قسم شرطة سالس العريش قوات شرطية المحترمة الوطنية الشجاعة الأبية بادرت زي ما احنا شايفين بإطلاق بادرت العناصر الإرهابية بإطلاق النار على الشرطة قوات الشرطة سعرت بهم واستخرجت لهم تصريح سفر إلى جهنم عشرة 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 من كلاب جهنم زي ما انتم شايفين بهذا الشكل لم نكن أبدا يسعدنا ان احنا نرى جثث لكن الان في هذه المعركه في اتون المعركه في وسط المعركه لا يمكن الا ان نصنع هذا بؤره ثانيه في نفس التوقيت المتزامن كائنة باحد المنازل تحت الانشاء بمنطقة أبو عيطة دائرة قسم شرطة سالس العريش أيضا تبادل إطلاق نار بين العناصر الإرهابية والقوات الشرطية أسفر عن مصرع ستة منهم والعثور بحوزتهم على العديد من الاسلحه اهو الاجمالي قد ايه؟ 16 ارهابي 16 تكفيري 16 انتحاري مين اللي صفاهم؟ مين اللي خلص عليهم؟ مين اللي نجى المجتمع من شرورهم؟ قواتنا الشرطيه تحيه من القلب تحيه من القلب الى قوات الشرطه المصريه تحيه من القلب الى قوات الشرطه المصريه تحيه من القلب الى جهاز الامن الوطني جهاز انتاج المعلومه كل ما يجري يا ساده عمليات استباقيه لا يعلم الا الله ماذا كان يمكن ان يحدث لو لم يتم ضبط واستباق الاحداث مع هؤلاء القضيه الاخيره اللي في الازهر ولا في الدرب الاحمر لو لم تنجز الاجهزه الامنيه الخطه والتنفيذ والتتبع والمتابعه والقضاء عليه حتى لو كان الثمن ثلاثه شهداء لكن انقذت المنطقه والسكان من خراب كامل كان سوف يلقي بظلاله على مستقبل المنطقه مش مستقبل مصر يعني احنا بنشوف سيدة مصرية أم مصرية رايحة تجيب عيش لولادها سندوتشات المدرسة ولا غيره راحت الست تشتري سندوتشات ولا تشتري عيش ولا تشتري حاجات البيت تصيبها هذه التفجيرات السؤال احنا مش بنقول ست اسمها حلاوتهم ست شيرين عادل بنت الست حلاوات زينهم قالت انه كلام يدمي القلب كلنا في بيوتنا واهالينا كلنا بهذا بهذه البساطه اللي راح يعمل يرفع يرفع كلمه لا اله الا الله مال لا اله الا الله ومال حلاوتهم مال لا اله الا الله ومال الناس الغلابه اللي ماشيين في الشارع مال لا اله اذا كانت لا اله الا الله هي الهدف والله ليست لله ليست فيها شيء لله هي للشيطان خالصة خالصة للشيطان من الشيطان واليه هؤلاء الشيطان يصنع لهم يعني يرفع لهم قبعة الاحترام الشيطان الشيطان هو اللي دول هو دول أبناؤه أبناؤه الأوفياء بقول ابنة سيد انفجار ضرب احمر بتقول شيرين امي خرجت تشتري فينو عشان سندوتشات المدرسة دي بنتها اللي بتقول دول اللي انا بسأل بقول ايه علاقة الدين وعلاقة رفع الدين يا سيد انت عايز تبقى بطل صحيح انت بتحوك عليك روح يا سيدي عندك مجالات جاهد في سبيل الله روح يا سيدي حرر القدس مش عايز تحرر القدس روح حرر القدس انت جاي تضرب حلاوتهم عشان ترفع شأن لا اله الا الله أنا الست اللي ماشية، ذنبها إيه؟ الست اللي ماشية في الشارع دي جنبه هي بين الحياة والموت دلوقتي ربنا ينجيها الإرهابي اللي قدامنا اللي ماشي بالعجلة دي والست ماشية هي قدام جنبه أمي أمك أختي أختك واحدة مصرية ماشية في الشارع أنا بسأل سؤال أدعوا لها ربنا ينجيها لأنها بين الحياة وبين الموت وأدعوا لولادها بالصبر وأدعوا لولاد الشهداء بالصبر وزوجات الشهداء بالصبر وام الشهيد بالصبر النهارده كان فيه في الجنازه صرخه مدويه اسقطت القلوب ام الشهيد محمود شهيد محمود ابو اليزيد كانت جامده العينين وصرخه مدويه وسط المشيعين محمود اين انت يا محمود ليه يا محمود كل واحده تعرف ان محمود كان ممكن يبقى ابنها كل ام في مصر تعرف ان محمود او رامي او محمد ممكن بالتاكيد كانت ام محمود وام رامي وام محمد خالد اول امبارح عايشين عادي امبارح حدثت الكارثه بكره لا يمكن ان بكره يبقى زي امبارح لا يمكن خلاص الاسر البيوت اتهدت بسبب مين كلاب الشيطان كلاب الشيطان بيننا وبينهم ثأر لا تداويه الا الدماء عندي وزاره الداخليه على في الجنازه وتقدمها وزير الداخليه وهم بيتقدموا الجنازات كلهم عارفين من اول وزير الداخليه الاصغر واحد كل الناس الموجودين كل واحد فيهم ده بصدق ده مش كلام ده مش تمثيل دي مش افلام دي مش دراما كل واحد فيهم بيقول روحي على ايدي روح على ايدي تعال نستمع الى الداخليه ونتكلم على العمليه كامله يتجول الإرهابي بحثا عن فريسة تشبه غريزة القتل لديها بعد أن فشل مخططه في استهداف قول أمني بمحيط مسجد الاستقامة بالجيزة في وقت كان فيه رجال الشرطة يعملون على إماطة اللثام عن ملامحه التي خبأها حتى يتعذر التعرف عليها ولكن بالرغم من ذلك فإن دقة ويقظة الأجهزة الأمنية ورصدها لخطوط سيره قادتهم إلى وكر اختبائه بحارة الدردير بالضرب الأحمر وإلى هناك توجهت ماموريه لمحاصرته وضبطه الا انه اثناء محاوله السيطره عليه فجر احدى العبوات الناسفه التي كانت بحوزته ليسقط الارهابي قتيلا وصريعا في الحال ليرحل للجحيم اشلاء. استشير ضابط شرطه بقطاع الامن الوطني واميني شرطه من الامن الوطني والاخر من مباحث القاهره استقبلوا الموت بشجاعة وبطولة، أحبطت معها سلسلة من العمليات الإرهابية التي كان ينوي هذا الإرهابي والذي يدعى الحسن عبد الله القيام بها. وتم العثور بوكره على كمية هائلة من المواد المتفجرة والمواد الخام المستخدمة في صناعة المتفجرات. ما أنقذ سكان هذه المنطقة الآمن أهلها من كارثة حقيقية كانت ستحدث لولا حرفية ويقظة الأجهزة الأمنية في تتبع الإرهابي المذكور. الذي فجر نفسه بخسة الإرهابي لينال الشهادة وجنة عرضها السماوات والأرض خالدين فيها فهم حماة الأمن والديار والعرض استقبلوا الموت بشجاعة الأبطال الذين لا يهابون الموت قط حتى تبقى مصر آمنة فالأجهزة الأمنية لا تهدأ فتوجه ضربات استباقية للعناصر الإرهابية في كل مكان فها هو قطاع الأمن الوطني رصد بؤرتين خطط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية والإرهابية ضد المنشآت الهامة والحيوية والشخصيات الهامة بنطاق مدينة العريش بمداهمة البؤرة الأولى بأحد المنازل المهجورة بأرض فضاء بحي العبيدات بادرت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران بكثافة على القوات وتم التعامل معهم ما أدى إلى مصرع عشر منهم وبمداهمة البؤرة الثانية بأحد المنازل تحت الإنشاء بمنطقة أبو عيطة وقع تبادل لإطلاق النيران ما أدى إلى مصرع ستة عناصر إرهابية وبحوزتهم أسلحة ودخائر وعبوات وأحزمة ناسفة فبعزيمة وصلابة رجال الشرطة لن يستطيع هؤلاء الخونة والإرهابيين في أن يعيشوا فسادا في وطن كلما سقط على أرضه شهيد ينبت آلاف الشهداء دي كانت القصة قصة في دفتر تضحيات اللي حصل قصة رواية صفحة في دفتر طويل شغال. تعالوا بهدوء شديد. ده الواقع ودي الواقعة ده الحادث ودي الحادثة. كيف تعامل الاعلام الماجور الذي يقدم كل الدعم لكل العمليات الارهابية. تعالوا نشوفوا الوقاحة الاعلامية الوقاحة الاعلامية متمثله في قناه تسمى البي بي سي موقع البي بي سي النهارده قدامنا ايه قمه الفجر الاعلامي قمه الالتواء الاخلاقي لا اخلاق لا مهنيه لا موضوعيه تخيلوا كاتبين ايه ما علاقه تفجير الازهر بالتعديلات الدستوريه يا للعار على هؤلاء الذين يتغنون بالمهنية ما علاقة تفجير الأزهر بالتعديلات الدستورية ده العنوان فين في البي بي سي ايه الحشو اللي جوه تسألنيش؟ هل وصلنا الى ان البي بي سي تستقي معلوماتها من السوشيال ميديا من وسائل التواصل الاجتماعي هل يجوز وهل يليق ان يكون المنشط اللي موجود على موقع بي بي سي بهذا الشكل يوحي هذا العنوان عنوان للايحاء لخلق حاله ايحائيه عكس الحقيقه، يحاول ان يربط ما لا يربط، ما علاقه التفجيرات الارهابيه التكفيريه بالتعديلات الدستوريه المقترحه؟ لماذا ارادت البي بي سي ان تربط ما لا يربط وتستنتج ما لا يستنتج في واقعه وقحه وقاحه غير مسبوقه. الوقاحة المهنية والوقاحة الإعلامية والرزيلة الإعلامية والدعارة الإعلامية اللي بتمارسها البي بي سي ومن على شاكلتها لا يمكن أن تخدعنا لا نحن لها بالمرصاد فاضحين وموضحين لكل الناس الذين يظنون خيرا في البي بي سي أو في الدوتش فيلا أو في التي آر تي أو في الجزيرة أو مكملين أو الشرق كلهم من معين واحد القسم العربي بهيئة الإذاعة البريطانية على علاقة مالية وثيقة وقذرة بعزم بشارة مستشار السياسي لأمير قطر قلناها ونقولها وقلت أكثر من مرة البي بي سي لا تمارس إعلاما لا تقدم مهنية قلناها في وجوههم ونعدها الآن وسنكررها في المستقبل ما تقوم به خبث مهني واضح كامل الأوصاف ما علاقة التفجيرات الارهابيه بالتعديلات الدستوريه هل كل مكان فيه ارهاب كل عمليه ارهابيه في مصر منذ الثمانينات وحتى الان بمناسبه تعديلات دستوريه هل ما جرى في كل الدول الاوروبيه كان هناك تعديلات دستوريه تعالوا نشوف ده البي بي سي هيثم ابو خليل هيثم ابو خليل بيقول مش هنلغي عقلنا لما نسمع عن تفجير الضرب الاحمر وعن انتحار ارهابي فجر نفسه وسندعو بالرحمه لمن سقط ضحايا لكن لازم نفهم ولا نستمع لروايه شياطين العسكر انا بقول لهيثم ابو خليل النهارده اتفرجت عليه وانا جاي قبل الهوا مباشره والله والله اكاد ارى في عينيه رعب وخوف رعب الاطفال من اسد وانا بقول لهيثم ابو خليل إن موعدنا لقريب إن موعدنا لقريب موعدنا هيبقى قريب جدا أقرب مما تتخيل يا هيثم قريب جدا إن الموعد قريب للغاية موعد ترحيلك إلى هنا سيكون أقرب مما تتخيل وأنت بالذات تحديدا تعرف الأسباب تعالوا شوفوا البردعي العظيم الأيقونة صاحب وشاح النيل ولا قلادة النيل البردعي والبردعوية والناس اللي بيقول على رئيس الجمهورية وكما فعل نظيره في موريتانيا أن يعلن رفضه للتعديلات الدستورية غير الدستورية إذا أراد أن يكون متسقا مع تأكيداته عن تداول السلطة يا دكتور بردعي يا إنسان يا صاحب القلب الكبير الرحيم فين تويتاتك وتغريداتك عن الحادث الإرهابي فين كلامك عن الإنسانية والدماء الزكية أنت منافق أيها الكائن بلا ملامح، كائن بلا ملامح بلا لون بلا طعم بلا رجولة عديم الرجولة عديم الوطنية كيف كيف أنا لا أتخيل كيف يقتنع به إنسان عنده قدر بسيط ضئيل من العقل كيف يقتنع به هؤلاء؟ كيف اقتنع به هؤلاء هذا الكائن الذي يعيش بلا ملامح بلا هويه بلا لون بلا طعم بلا رائحه الا رائحه قذره رائحه نتنة كافكاره كممارساته كتغريداته تعالوا شوفوا بقى البعير احمد المغير بعير بعير حقا بيفسر الودع اللي فجر نفسه عمل ايه بيقول انا فضلت في مصر سبع شهور بعد مجزره رابعه بيقول وكنت طبعا بتابع الاخبار يوميا في اليوم اللي قبضوا فيه على الدكتور البلتاجي البطل فك الله أسره ومكنه من الرقاب ظالميه. شفت الإهانه اللي الكلاب حاولوا يكسروه بيها في البوكس قررت إن مش هسلم نفسي حي أبدا. فعلاً جهزت نفسي الخيار ده وكانت معايا العده اللازمه لذلك. أنا حالياً مش في مصر ما أقدرش غير أنصح شوفوا الكلام بقى أهو أنصح إن كنت ناصح بشيء فبقول لكل شاب ما تموتش هدر وما تسلمش نفسك حي. وان استطعت تخد معاك قدر ما تستطيع من الكلاب فان كنت ميت, ميت ميت ما تخليش متك تصفية في بيت مهجور او اعدام بحبل مشنقة خلي روحك تمن ده ايوة مش اللي هيسقط ده مش اللي هيسقط النظام لكن على الاقل هيوجعهم ده مين ده احمد المغير كان مستشار قريب من الشاطر اللي بنته بتطلع تدي دروس الاخلاق يعني انت بتموت موت مجموعه كبيره معاك وانت بتفجر نفسك فجر مجموعه كبيره معاك انا بسالكم هل هل هذا دين انا بسال الناس اللي بيقولوا دي دول ناس بتوع ربنا بقول هل هذا دين طيب احمد المغير ده مكتوب احنا مزورينه طيب تعالوا نشوف فيديو واحد الكلاب احد السفله بيتحدث بنفس الحديث تعالوا نسمعه لنا. اليوم قتلوا احمد جبر ومن قبل قتلوا سيد شعراوي لو واحد لغم البيت اللي هو ساكن فيه ولو هجموا عليه دمر البيت بالكامل يبقى ايه حكم الشرع في كده ايه رايك يا دكتور اكرم جايين يقبضوا عليا وانا فجرت البيت بالظباط البيت ده ما فيهوش حد غيري ما فيهوش حد غير اسرتي فانا لغمت عشان اللي حيدخلوه ينفجر فيهم والله إن لم يجد بدا من مثل هذا الأمر فليفعل فهؤلاء لا يجوز فيه إلا القدر. طيب. ويحتسب نفسه عند الله عز وجل وهذا لا يعد منتحرا هذا لا يعد منتحرا وإنما يواجه الظلم بيعني إن لم يقل إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبه لا يعد منتحرا دي فوضى دي فوضى دي فوضى المعركة يا مصريين اللي احنا بنخوضها معركة شريفة. المعركة معركة مقدسة ليست دفاعا والله بكسر الهاء، ليست دفاعا عن نظام وليست دفاعا عن شخص وليست دفاعا عن جيل وانما دفاعا عن فكرة. نحن نحارب نعيش ونموت من اجل فكرة، فكرة وطن، فكرة دين. هؤلاء اعداء للوطن والدين، نحن وهم على نقيضين نحن وهم لن نلتقي نحن وهم إما هم وإما نحن إما أنتم يا مصريين وإما هم المعركة معركة مقدسة معركتنا مع الإرهاب ليست معركة مع جيش نظامي معركتنا مع الإرهاب ليست معركة من أجل قطعة أرض معركتنا معهم من أجل الإبقاء على معتقداتنا سليمة على أوطاننا سليمة القضية أكبر مما يحاول هؤلاء أن يطفئوا عليها مزيدا من التسطيح، الضحالة الفكرية لدى هؤلاء المنظرين لن تجعلنا نذهب إلى منطقة نائية عن جغرافية الفكر الأساسية، أفلا تعقلون؟ أفلا تتدبرون؟ القضية قضية كل مواطن، القضية قضية كل إنسان حر، كل أحرار العالم. كل من يحمل في راسه فكره، كل من يحمل في قلبه وجدان، المعركه ليست معركه من اجل نظام حاكم، من اجل حكومه، من اجل رئيس، المعركه من اجل بقاء الفكره الاساسيه في الحفاظ على الاوطان والاديان. تعالوا نستمع الى الصعلوك محمد ناصر وهو كان بيحرض في يوم من الايام وبقول له في رقبتك هذه الدماء. انا عايز اقول لكم بس انه تحرك النهارده تحرك ايجابي بجد اقطعوا عليه كل حاجه كملوا اقتلوا ظباطه انا بقول لكم على الهوا اقتلوا ظباطه انا عايز اقول لكل زوجه ظابط جوزك هيتقتل النهارده لا بكره اه بعد بكره هيتقتل جوزك هيتقتل هيتقتل طيب آه. بيربطوا الاخوان ما جرى بانه مخطط عاملاه الدوله المصريه عشان تمرر تعديل الدستوريه هل رايتم فجرا اكثر من هذا هل رايتم وقاحه وضاعه ولا انسانيه ولا منطق ولا عقل ولا دين اكثر من هذا محمد ناصر ومعتز مطر وهيثم ابو خليل وايمن نور والبردعي كل هؤلاء بدل ما يقولوا كان نفسي استمع تبسكت لا ده هو ماشي في الخطه ده خطه قتل ودم وسفك دماء والتغطيه على هؤلاء دول بيتغطى عليهم بمعرفه هؤلاء اللي حاصل انه بيحاول يشوش وانا بقول لهم طيب كل العمليات الارهابيه اللي تمت وجرت كانت نتيجه تعديلات دستوريه هيقولوا اه طيب النهارده دلوقتي شيل يا عم شيل محمد شيل يا سيدي شيل شيل, شيل شيل منذ قليل منذ لحظات الشرطه الفرنسيه بتطلق النار على رجل طعن عده اشخاص من شويه في جنوب فرنسا الشرطه الفرنسيه بتطلق النار على شخص هاجم مواطنين بسلاح ابيض في مارسيليا بقول هو العمليه الارهابيه اللي فيه في مارسيليا هو كان ماكرون عايز يعادل الدستور؟ طيب بلاش دي تعالوا فبراير 2018 أطلقت قوات الأمن الفرنسية الرصاص على رجل قادم بالهجوم على دورية عسكرية بسلاح أبيض قائلا الله أكبر بالقرب من متحف اللوفر في باريس حسب ما ذكرت وكالة فرانس بريس 9 أغسطس 17 أصيب ستة جنود فرنسيين في حادث دهس خارج سكنة عسكرية 14 يوليو 17 قام رجل بقيادة شاحنة بضائع عمدا باتجاه حشد من الناس في عملية دهس شهيرة ادت الى مقتل 84 مواطن فرنسي بريء 3 فبراير 17 ش... هاجم شاب مصري الجنسي العمليات اللي قدامنا دي العمليات اللي قدامنا دي اللي انا بحكي فيها وبقرا فيها وبسمع لكم هذا الكلام كل العمليات دي كانت فيه تعديلات دستوريه في فرنسا عايزين يغطوا عليها فعملوا عمليه تمثيليات لعمليات ارهابيه مسرحيه هل هذا هو المقصود انا هقول انا وصلت لايه طيب في 15 في نوفمبر 15 وقعت هجمات في العاصمة الفرنسية باريس تعرضت لسلسلة هجمات متزامنة أسفرت عن سقوط 130 قتيل غالبيتهم من الشباب إضافة إلى 350 جريح إذ استهدفت الهجمات مسرح باتلان في باريس واستاد دو فرانس وعددا من مقاهي ومطاعم العاصمة وتم توجيه الاتهام للمتشددين من أصول مغربية هل كان هناك تعديلات دستورية فرنسية على الابواب، وأرادت الادارة الفرنسية أن تغم وتغط طرف عنها. 21 أغسطس 15 أحبط شبان شبان أمريكيون كانوا في عطلة عطلة هجوما خطط له متشدد من أصل مغربي في قطار يربط بين أمستردام وباريس. 26 يوليو 15 قتل متشدد مديره الفرنسي وقطع راسه قرب مدينه ليون ثم حاول تفجير مصنع بتروكيمايات بتوجيه شاحنه لاصدام بقوارير. فبراير 15 تعرض ثلاثه جنود لاعتداء بالسكين اثناء الخدمه امام مركز اليهود في مدينه نيس الفرنسيه سرعان مع اعتقل المهاجم. في 15 نفس الكلام وهكذا تعالوا عندي ديسمبر 18 هجوم في سوق لعيد الميلاد في مدينه ستراسبورغ شرق فرنسا راح ضحيتها ثلاثة قتلى أصيب 12 آخرون. أعلنت شرطة فرنسية يوم 16 مارس 18 عن انفجار طرد بريدي مرسل إلى مكتب صندوق النقد الدولي. هاجم رجل مسلح صباح يوم 16 مارس 18 مدرسة توكفويل في مدينة جراس جنوب فرنسا ما أسفر عن إصابة شخصين على الأقل في عملية إطلاق النار. كل الحاجات دي فين؟ أنا نفسي أسأل سؤال هو ال الكلام اللي حصل في فرنسا الكلام اللي حصل في فرنسا وفي بلجيكا وفي امريكا وفي كل مكان في العالم لما حصل عمليات ارهابيه حصل ايه وضحايا كل المعالم السياحيه في العالم صفحات الفيسبوك صفحات تويتر كلها بقت اعلام الدول متضامنين مع الضحايا الانوار والاضاءات اللي بتقول احنا بننزف دما بننزف دموع على الضحايا الابرياء في فرنسا وفي بلجيكا وكذا 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 والاخوان بيقفوا وقفات صامتة ويولعوا شموع من أجل الضحايا الارهاب في فرنسا في بلجيكا في امريكا اما في مصر فالقضية لابد ان تربط بشيء لابد ان نستنتج شيء بيؤدي في النهايه الى التشكيك فيما يجري، لابد ان يكون هناك تعديلات دستوريه، واذا لم يكن هناك تعديلات دستوريه فهناك خطه اقتصاديه، واذا لم يكن هناك خطه اقتصاديه فهل قناه السويس، واذا لم يكن هناك فبالتاكيد هناك صراع على السلطه، لابد ان يكون هناك لدى هؤلاء شيء يمثل نقيصه من الدوله المصريه. انا بسال الناس اللي عاملين صفحاتهم باعلام فرنسا، فاكرين الناس اللي كانوا عاملين اعلام صفحاتهم صفحاتهم باعلام وصور الضحايا؟ اين انتم مما يجري في مصر؟ لماذا هذا النفاق الواضح؟ الفاجر؟ فاكرين رجيني فاكرين كل هذه الاحداث؟ لماذا تصنعون ما تصنعون؟ لماذا تفعلون ما تفعلون؟ نحن نعلم لكن الاغبياء لا يعلمون الاغبياء لا يدركون نحن نوضح للاغبياء الذين لا يقرؤون ولا يفهمون ان دا الخطه الممنهجه للايقاع بهذه الدوله الارهاب موجود في كل مكان بنعيط عليه هؤلاء بيعيطوا عليه بيزرف الدموع بهي حسن ومحمد البردعي والاخرين اما ما يجري في مصر فهي مؤامره كامله الاوصاف من الجيش المصري خسئتم وخبتم وخاب مسعاكم بقول تاني الجيش المصري الشرطه المصريه التماسك المصري هو الضمانه الحقيقيه للانتصار في المعركه. سوف تندمون واقول بشكل واضح الاسانيد والدعم التركي القطري وبعض اجهزه الاستخبارات لهؤلاء لاستخدامهم للقيام بما يقومون به ضد الدوله المصريه مفضوح ومكشوف ومعروف بالتفاصيل. بمناسبه تركيا الرئيس بشار الاسد فضح اردوغان. قال ايه عليه؟ قال عليه اللي المفروض كل الناس تقوله واللي احنا بنقوله من اليوم الاول يقول لك يا اخي انت مالك ومال اردوغان؟ تعالوا نسمع بشار الاسد ونرجع لكم. وبغض النظر عن الاستعراضات المسرحيه للاخوانجي اردوغان الذي يحاول ان يظهر بمظهر صانع الاحداث فهو تاره يغضب وطورا يثور ويهدد ومؤخرا بدا ينفض صبر اردوغان هذه هي مشكله كبيره يعني لكن هو في الحقيقه في الحقيقه هو عباره عن اجير صغير عند الامريكي وانا وانا لا اتحدث ليس من عادتي ان القي الكلام جزافا لا نحن نتحدث عن وقائع المنطقه الامنه التي الان يعمل عليها التركي هي نفسها التي كان يدعو اليها منذ العام الاول للحرب. ثماني سنوات وهو ليس يدعو وانما يستجدي الامريكي ان يسمح له بان يقوم بالدخول الى المنطقه الشماليه في سوريا والمنطقه الشرقيه وكان الامريكي يقول له يعني ابقى جانبا دورك لم ياتي بعد، لماذا؟ لانه في تلك المرحله كان الارهابيون يقومون أو ينفذون المهام بشكل جيد نسبة للمخطط المرسوم لم يكن هناك حاجة للدور التركي بعد تحرير حلب بدأت الأمور بالتبدل بعد تحرير دير الزور وفك الحصار أصبحت الأمور سيئة بعد تحرير غوطة دمشق وريف دمشق ما تبقى من الريف وريف حمص وحام وجزء من ريف حما والمنطقة الجنوبية باتجاه درعا اصبح الوضع خطير لم يبقى لديهم سوى ادلب وبعض المناطق التي فيها مجموعات تقاتل لصالح الامريكي، هنا اصبح دور التركي ضروري واساسي من اجل خلط الاوراق. لكن طبعا بالنسبه لنا اي ارض بغض النظر عن كل هذه المخططات لكي لا نضيع وقتنا في الحديث عنها. اي شبر من سوريا سوف يحرر واي متدخل هو عدو كل الثقه المطلقه في قوات مصر المسلحه كل الثقه المطلقه في قوات الشرطه المصريه كل الثقه والتقدير المطلق لمن يقود البلاد كل الثقه المطلقه في امكانات هذا الشعب. كل الثقه في اننا نسير في الطريق الصحيح. كل الثقه في ان المستقبل لنا. كل الثقه في ان المستقبل يفتح ذراعيه لنا. ابواب المستقبل فتحت نوافذها وابوابها المغلقه الان لكي ننفذ وكي نتحرك وكي ننطلق الى الامام. لا يمكن ان يكون ثمن المستقبل الا دماء. لا يمكن ان يكون ثمن التقدم الا تضحيات، لا يمكن ان ننطلق الا بعد تضحيه وفداء ودماء، نحن لها وسننتصر سننتصر دمتم في امان الله